السلام عليكم، معكم الفنان محمد جبارة. جيت باش نهضر لكم على الديسك ولا الكليب الجديد اللي درت انا والجام الجزائري اللي سميتو باسي لي فرونتيير. هاد الديسك علاش كيهضر؟ كيهضر على الاخاء ما بين الشعبين الجزائري والمغربي، وعلى التاريخ اللي مدوزين بيناتهم، وعلى العائله والدم. حنا كنقولوا في الجزائر، وهنا كنقولوا محال الدم يرجع يولي ما كنقولوها واحد الكلمه. انا عندي قصه خاصه، يعني خاصه بيا انايا. انا حنا كما نقولوا في الشرق، يعني جدة من مدرومه من الجزائر، مي الوالده ديالي. وانا مصغري وانا كنعيش داك، اش غادي نقول لك، داك الاحساس اللي ماشي زوين تاع حنا مسكينه كتبكي وكتوحش تمشي تشوف اخوالها، وانا بابي وانا عشت داكشي كنشوفو صغير. ومات جدة الله يرحمها، ودابا كاينه امي اللي واحد المراه كبيره عندها قريب 80 عام، كتقول لها توحشت خوالي، بغيت نجي نشوفهم في الجزائر، ولكن ولدي انا كبير ما قدش يقبل الطياره وما هي قدامي في مغنيه. هذه واحد الحاجه اللي توشاتني انا كمغربي، وتوشات كذلك الصديق ديالي الجزائري الجام اللي هضرنا على هذا الموضوع. يعني هذه الاغنيه ما خرجتش من خوا، خرجت من واحد الحاجه اللي كتقيسني انا كانسان مغربي، وكتقيس بزاف ديال المغاربه في المغرب، وكذلك الجزائريين خوتنا اللي عايشين معنا في كل منطقه في المغرب اللي هما خوتنا، وكذلك المغاربه اللي عايشين في الجزائر في كل منطقه في الجزائر. كتقيس هذه قضيه انسانيه كبيره على السياسه، كبيره على ديك الخط اللي كاين في الارض، كبيره على كل شيء. هذا الشيء داكشي علاش هضرنا على هذا الموضوع بالضبط. زعما التفاعل الجمهور، هذه المره انا كنت تيقبل اول مره في الديسك ديالي، يعني فهمت كان واحد التفاعل يعني كبير، بلا ما غادي نقول النيميرو ديال لي فيو داكشي. يعني انا ما كيخلينيش نفتخر النيميرو دو في، نو لو كونترير، اللي عجبني هو لو بارطاج وكيفاش الناس هضروا، فهمتيني. غادي نقولوا في 400 كومونتير كاين جوج لي شويه كل دار فيها كي دار. لي فان ديالي نقول لهم ما تحماقش عليهم، ولكن كنتسطى عليهم، فهمتي. والكلمه الاخيره اللي غادي نقول انه عافاكم ان درت هذا الديسك باش يمكن نحركوا شي حاجه فينا حنا الشباب كانسانيه. حنا راه شعب واحد، الشعب المغاربي كله شعب واحد، خص يكون بيناتنا الاخاء والمحبه ولو بوزيتيف، وان شاء الله هذوك لي فرونتيير يتحلوا باش يتلاقاو الشعبين، لاننا شعب واحد.